أيام ويسدل الستار عن الحملة الانتخابية، المترشحون ضمن القوائم الحرة والحزبية في سباق مع الزمن لاستمالة الكتلة الناخبة. الهدف ورقة في الصندوق يوم 27 نوفمبر الجاري تمكنهم من تبوء منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي أو البلدي. حمى التنافس تبلغ أشدها مع بدء العد العكسي ليوم الاقتراع. زدنا في وتيرة الخرجات الميدانية، كنا نديروا 3 خرجات 4 في النهار، ولينا نتنقلوا بسكا. بلدية كاليتوس كبيرة بزاف، فيها كثافة سكانية كبيرة، عندنا 217 ألف نسمة على مستوى بلدية كاليتوس، وكاين بزاف مناطق الظل، وكاين احتياجات كثيرة تاع مواطنين. نتنقلوا يوميا عبر الأحياء، ناخذوا انشغالات المواطنين، نتكلموا معاهم. رؤساء الأحزاب السياسية ينتقلون للسرعة القصوى في الحملة الانتخابية. لمن ستكون الصدارة؟ وهل سنشهد خارطة سياسية مغايرة عن تشريعيات 12 جوان؟ 3 الايام الاخيره الباقيه رايح نزيدوا لو ريتم عن طريق هذا، عن طريق الخطاب المباشر للمواطن. راح ننتقلوا الى الاحياء عن طريق جولات ميدانيه نخاطب فيها المواطن. الكتله الصامته هذه المره اظن حسب تصوري انه راح تنتخب، بالنسبه لنا راح تنتخب. لماذا؟ لانه في السابق كان في الانتخابات السابقه كان لو سيستم تاع لو تيت دو ليست، اما اليوم فواش عندنا؟ عندنا لو سيستم دو كوشاج. لو سيستم دو كوشاج اصبح فرسان، ولا الناس التي هي مترشحه في الانتخابات المحليه على مسافه واحده، لا فرق ما فرق ما بين الاول والثاني. الحمله الانتخابيه في ساعاتها الاخيره، القوائم الحزبيه والحره امام فرصه اخيره لاقناع المواطنين بمنح اصواتهم، فهل ستنجح؟